خلونا ناخد معانا على التليفون يعني اختنا الكريمه يعني مدام صفاء الشامي حرم سياده اللواء شهيد ياسر عصر. اهلا بحضرتك يا مدام صفاء. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. طب طمنيني على صادقتي الصغيره اخر العنقود سكر معقود. الله يخليك نسيم، الحمد لله كويسه جدا. اخبارها ايه؟ والله ده هي وحشاني جدا قوي خالص. الله يخليك الله يخليك. قول لها كده برضو ما تساليش على صاحبك العجوز. لا ازاي بقى، لا ازاي بقى، خلينا نتكلم حضرتك اكيد. ربنا يخليك، ربنا يخليها لك يا مدام صفاء. مدام صفاء تقولي ايه النهارده واحنا بنشهد هذا الحفل وايضا التكريم يا فندم؟ الحمد لله، يعني دايما الريس دايما بيفتكر الشهداء، ودي حاجه طبعا بتخلينا يعني من الحاجات اللي بتصبرنا والله يا استاذ يوسف. والله ان يعني الحمد لله دي حاجه كويسه، يعني ان احنا دايما الناس الريس فاكرنا، وان الدور يعني الدور اللي قاموا بيه ازواجنا وكده، ويعني الناس مقدراه وفعلا وفاهمينه وحاسين بيه، دي حاجه طبعا بتخلينا على قد الالم على قد ما احنا بنبقى حاجه بتصبرنا، يعني الحمد لله الحمد لله. هو في حد ينسى ابطاله برضه يا مدام صفاء؟ الله يخليك يعني. الله يخليك والله بتكلم بجد. لا الحمد لله، يعني هي بتبقى بس من وقت للتاني كده، يعني بتبقى بتوجع، يعني ان الناس مش يعني الناس بتنسى، طبيعه الناس ان هي بتنسى فعلا يعني دول اللي الشهداء قاموا بيه وكده، بس دايما الريس بيفكر ان يا جماعه لا صحيح. ده كان ده يعني ان احنا الامان ده كان سبب فيه ناس كتير ودم نزل وزال وكده، فطبعا دي حاجه بتبقى الواحد بيبقى حاسس بمنتهى فخر لما بيسمعها، وان فعلا الناس دي ما ضحتش كده على الفاضي، يعني الحمد لله. لا ازاي، ده هو هيفضل هذا الدور مشهود، وهتفضل هذه القصص الملحمية زي بالظبط سيادة اللواء ياسر الله يرحمه. يا رب يا رب يا رب، وأكيد في الجنة شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى، فده شرف لينا زي ما هو شرف لحضراتكم. طبعا الله والله. يخليك يا فندم الله يخليك. اشكرك يا مدام صفاء، ونسمع صوتك دايما على الخير، وسلمي لي على صديقتي الصغيره والنبي. الله يسلمك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك يا مدام صفاء، الف شكر يا فندم.